اهلا بكل متابعي بوابه الوفد في كل مكان، معاكم باسل الحلواني في متابعه خاصه عن اخر مستجدات قطاع السيارات وايه اللي بيحصل في سوق السيارات في مصر. معرض السيارات خارج الخدمه، ده العنوان العريض اللي ممكن نطلقه على اخر مستجدات سوق السيارات، واللي ممكن نقول نلخص بيه المشهد اللي بيحصل في سوق السيارات خلال الساعات الاخيره. معارض السيارات اصبحت خاليه تماما من السيارات بعد ما قرر التجار والموزعين او بعض التجار والموزعين وقف حركه البيع تماما والاتجاه الى تخزين السيارات انتظارا لما ستسفر عنه الاحداث خلال الساعات القادمه او الايام القادمه. طب نشوف الاول ليه التجار والموزعين فضلوا ان هم يخزنوا العربيات. تخزين العربيات ده جاء نتيجه نقص المعروض في السوق المحلي، وده اللي دفع البعض لتوقع ان الامور ممكن تستمر بالشكل ده وان نقص المعروض ده هيستمر لفتره اخرى، وبالتالي من الاحسن طبعا ان احنا نخزن عربيات علشان نحقق مكاسب اضافيه اكبر خلال الايام القادمه. البعض الثاني فضل ان هو يبيع، وده يمكن مش كتير دلوقتي، لكن البعض الثاني فضل ان هو يبيع العربيات، ولكن البيع ما كانش بالسعر الرسمي الخاص بالعربيه، يعني العربيه لو سعرها 300,000 جنيه لقينا ان بعض الموزعين والتجار فرضوا زيادات سعريه او ما يطلق عليه اوفر برايس يصل الى اكثر من 500,000 جنيه في صفقه لاول مره بنشوفها في سوق السيارات في مصر. كنا متعودين دايما ان الاوفر برايس او الزياده السعريه اللي بيفرضها التاجر او الموزع اعلى من السعر الرسمي بتبقى 10 20 30,000 جنيه اقصى حاجه مقابل التسليم الفوري للعربيه بدل من الانتظار في قوائم الحجز الخاصه بيه وكلاء السيارات. النهارده التاجر او الموزع بدل ما كان بيفرض 10 و20 و30 ما بقاش نشوف الارقام دي خلاص، بقينا نشوف 100 و150 و250 واخر حاجه 500,000 جنيه، وده اخر رقم ممكن كنا نسمعه في اوفر برايس او ان حد ممكن يدفعه فوق ثمن العربيه، وده نتيجه ان التوكيلات اصلا ما فيهاش عربيات. طب تعالوا نرجع بقى لاول الكلام، نقص المعروض. ايه سبب نقص المعروض في سوق السيارات؟ ليه العربيات مش موجوده في سوق السيارات؟ في عندي عده عوامل ادت الى نقص المعروض في سوق السيارات، يمكن العامل الاهم او العامل الرئيسي في الموضوع هو الضوابط الجديده اللي تم اتخاذها لتنظيم عمليه الاستيراد، وطبعا لوقف نزيف العمله الصعبه اللي كان بيحصل. يمكن الضوابط دي من شانها انها قللت شويه العربيات اللي جايه او حصص العربيات اللي جايه، لكن مع يعني الناس تاخد على الضوابط دي وبدء تنظيم سوق السيارات في مصر هتلاقي الامور رجعت لشكلها زي الاول واكتر. العامل الثاني هو نقص العربيات اصلا او قله الانتاج في شركات السيارات العالميه. شفنا سلاسل المكونات الخاصه بالسيارات في العالم، ويمكن كلنا سمعنا عن ازمه الرقائق الالكترونيه اللي ضربت سوق السيارات في العالم، وطبعا دي اثرت على كميه الانتاج الخاصه بشركات السيارات العالميه وادت الى نقص كبير جدا في الحصص المخصصه لتوكيلات السيارات مش في مصر بس لا حول العالم، والحصص تضاءلت وتراجعت بشكل كبير جدا. الناس اللي كانت مثلا ممكن تستلم 500 عربيه في حصه او 300 عربيه في حصه، الموضوع ده تراجع للنص يمكن للربع كمان، في بعض التوكيلات كان بيخش لها 50 عربيه و100 عربيه اقصى حاجه. الموضوع ده هيستمر لامتى؟ نقص المكونات ده موضوع خاص بشركات السيارات العالميه، يمكن بدا بعض الكيانات الكبيره في العالم بتتخذ خطوات سريعه لحل ازمه الرقائق الالكترونيه بانشاء مصانع، لكن طبعا ده لسه بياخد وقت علشان الانتاج يعود لطبيعته. وساعد طبعا على ده الفتره بتاعت جائحه كورونا ادت الى نقص كبير جدا في موضوع الرقائق الالكترونيه في هذا المجال اللي طبعا اللي بترتبط بشكل كبير جدا بصناعه السيارات. ان شاء الله بنامل ان الاوضاع تستقر في سوق السيارات وان الساعات القادمه او الايام القادمه او لحد اخر السنه نشوف ان الامور بدات ترجع تاني زي الاول، او نشوف كميات العربيات اللي داخله مصر بالشكل الكافي اللي يكفي حجم الطلب الموجود في السوق المحلي. طيب نقص العربيات المستورده ادى الى يعني انتعاش شويه في العربيات المجمعه محليا، خاصه ان المكونات العربيات او الدوله سمحت بشكل كبير جدا بدخول المكونات الخاصه بالتصنيع المحلي، وده طبعا في اطار توجهات الدوله لتوطين صناعه السيارات في مصر، وده ادى الى انتعاش شويه في العربيات المجمعه محليا، لكنها ما زالت طبعا مش مكفيه حجم الطلب الموجود في السوق، لكن مع الوقت اعتقد ومع التوسع اكتر في تجميع او تصنيع السيارات المحليه، وده الهدف في مصر خلال الفترة القادمة، وده اللي بتقصده مصر خلال الفترة القادمة، هنشوف ان شاء الله ان الامور بدأت يعني تبقى في انتاج يكفي السوق المحلي، وكمان في امل كبير ان شاء الله مع الدعم اللي موجود من الدولة ان يتم فتح باب التصدير الى الدول الاخرى. الناس بقى اخر حاجة اللي تسأل دايما نشتري ولا نستنى، والله قرار شراء العربية لو لقيت عربية اصلا ده بيتوقف على مدى حاجتك للعربية، اللي معاه عربية يحافظ عليها جدا حتى لو هي موديل قديم، حتى لو هي فيها عيوب يحافظ عليها بالشكل الكافي علشان البديل مش موجود. واللي عايز يشتري عربيه فانا شايف ان الاولى خلال الفتره دي للعربيات المستعمله او اللي يطلق عليها كسر الزيرو، يعني بدل ما تشتري عربيه زيرو اشتري عربيه كسر زيرو،
رغم ان انا شايف ان برضو بقى في مبالغه من الناس اصحاب العربيات الكسر الزيرو، طبعا معذورين في يعني بسبب الاسعار، العربيات الزيرو ارتفعت بشكل كبير جدا، فالناس اصحاب العربيات هم كمان بداوا يبالغوا في تسعير عربياتهم الكسر الزيرو. فمحتاجين يا جماعه نبقى نحس ببعض شويه، بلاش نبالغ قوي في موضوع الاسعار علشان تقدر الامور تمشي في سوق السيارات. وزي ما قلت لك برضو، قرار شراء عربيه ده بيتوقف على مدى حاجتك للعربيه. لو حضرتك مش محتاج العربيه دلوقتي، اوعى تشتري عربيه دلوقتي، استنى حضرتك لحد ما الاوضاع تستقر لحد اخر السنه ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي في سوق السيارات. لكن لو انت محتاج عربيه بشكل كبير، فالاولويه للعربيات كسر الزيرو. كنت معاكم باسل الحلواني، وهكون معاكم ان شاء الله دايما على الوفد لايف علشان نتابع كل ما يحدث في سوق السيارات في مصر. شكرا جزيلا.